السلام عليكم متابعي القناة. اليوم سوف نقدم لكم فيديو جديد نتحدث فيه عن كيفية شراء سكن عن طريق بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كنب، حيث قام هذا البنك بإطلاق خدمة تمويل سكن للمواطنين الذين يريدون اقتناء مسكن، وهذا يتم عبر ثلاثة شروط أساسية من أجل أن يقبل ملفك. سنقوم بتعرف على هذه الشروط الثلاثة الأساسية. أول، يجب أن تملك منصب شغل دائم أي أنك تعمل في مؤسسة دائمة. ثانيا، يجب أن يكون المسكن الذي تريد شراؤه ذو ملكية أي مملوك وليس فيه أي ورثة. ثالثا، يجب أن يكون راتب الشخص الذي يريد شراء السكن يبدأ من 30,000 دينار جزائري أي 3,000,000 سجنة. إذا توفرت فيك هذه الشروط فأنت جاهز لشراء سكنك. إخواني، سيكون هناك فيديو ثاني نشرح فيه أهم الوثائق والتعاملات المطلوبة من طرف البنك لاستكمال عملية الشراء. في الأخير، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الفيديو. إلى اللقاء.